السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصلنا إلى نقدر نقول الخطوة الأخيرة ضمن الستيب الخاص بالووتر شيت سيت اب، اللي هي إنشاء الكونفيجريشن. بعد ما كملنا كل الفيديوهات السابقة، سنوصل إلى هذا الفيديو اللي هو خاص كرييت كونفيجريشن اوف ووتر شيت. هنا شنو يتضمن؟ يتضمن انه اني اروح على الووتر شيت. هسه لاحظوا اني كامله عندي الووتر شيت بها الريزرفوار، ايضا اروح على الووتر شيت كونفيجريشن اديتر. بعد ما اقول له كونفيجريشن اديتر اسميه، طبعا اقول له نيو، واقول له بعد الكونفيجريشن اقول له نيو، فاسميه مثلا هنا حديثة لايك. تمام، انطيه ديسكريبشن يعني هايدروباور، تايم ستيب راح اختار مثلا تايم ستيب 1 مانث، اقول له اوكي. بعد ما قلت له هنا ده يقول لي حدد لي الداتا تايم بال23 يوم 10 كذا فبراير او مارش فرايدي، اقول له اوكي. بعد ما انا ننطي هاي الخيارات، واحد يقول له الها ابلاي، تمام اقلها اوكي. لاحظ هنا تغيرت، قبل شنو اسمها الكونفيجريشن ستدي، هسه صار شنو اسمها؟ عندنا ثلاثة، عندنا حديثة وعندنا حديثة لايك، هنا ثلاثة يشابهن، بس حتى انا حبيت انه انا اوهلكم عليها. بعد ما تسميها بهذا الاسم تقدر تقلها سيف كونفيجريشن، راح يسوي لك سيف للكونفيجريشن اللي هو الخاص بحديثة سواء كان او حديثة لايك. هسه لاحظ ضمن حديثة لايك اكو كونفيجريشن اللي هو شنو بالريزرفوار، خزان حديثة. ضمن حديثة لايك مثلا ماكو كان خزان حديثة، فالكونفيجريشن يحفظ بهذا الشكل. بعد ما تكمل هذه الخطوة، يعني هسه انا اروح على حديثة اقول له سيف كونفيجريشن، راح يسوي لي سيف للكونفيجريشن، واقول له هنا سيف للووتر شيت، يسيف لي ايضا الووتر شيت. هسه انتقل على الخطوة الثانية اللي هي بعدها اسمها الريزرفوار نتورك سيف. اي نعم يس، سيف الكونفيجريشن. هنا انا هالشكل راح يروح للريزرفوار نتورك ايضا بكونفيجريشن جديد. لاحظ لو انتقل ارجع للووتر شيت سيت اب عندي هذا موجود مثل ما هو. هي هاي اخر خطوة تنشئها انت ضمن يعني الووتر شيت سيت اب اللي هي كرييت كونفيجريشن. بقى سالفة التايم ستيب انت حسب المتوفر عندك حتى تسوي وياه بعدين كالبريشن فاليديشن والنتائج اللي تريدها. يعني انت تريد البرنامج من يحسب لك الديتا يتوقف عن كل شقد، اذا بياناتك يومية فاختار ديلي، اذا بياناتك لكل منت، اذا بياناتك بالاور، واذا بياناتك شهرية. حسب البيانات المتوفرة عندك تختار التايم ستيب. بعد ذلك هسه بهذه الخطوة اللي هي خاصة بالكونفيجريشن اديتر كرييت نيو، يعني كرييت الكونفيجريشن للووتر شيت سيت اب، تكون اللي يعني لاحظ هسه هذا هو حديثة ريزرفوار ضمن الحديثة، الديسكربشن تقدر تغيره انت عادي تسميه، ويقول لك انت سويتها بكذا يوم. تمام، لهنا تكون محاضرة هذا اليوم انتهت اللي خاصة بالكرييت كونفيجريشن اوف ووتر شيت سيت اب. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن هذا الموضوع تقدرون تراسلونا على القناة، بس حبيت أن أوهلكم على موضوع ثاني، إنه أنت من تختار الكونفيجريشن الووتر شيت وتقول له كونفيجريشن إديتر، التايم ستيب ضروري تنتبه له، يعني الداتا أو البيس داتا أنت تختارها لازم يعني تتناسق، أنزل لكم الخاص بالتصوير، تتناسق مع الـ البيانات الموجودة بالحاسبة. يعني الحاسبة هسه لاحظ اليوم هنا قد تقرأ 3/10/2023، لازم من تاخذ التايم هنا اللي تكتبه يشبه تايم الحاسبة، اذا غيره ما ينخلق الكونفيجريشن، يعني ياخذ اليوم اللي انت سويت به هذا الكونفيجريشن. بالمناسبة تقدر تسوي له edit للكونفيجريشن، وتقدر تسوي له يعني رينيم تعيد اسمه. هاي امور حبيت انوهكم عليها. ان شاء الله نلتقيكم بفيديوهات اخرى على نفس هذا الموضوع وهو اكمال الريزرفوار نتورك. الى ذلك الحين نلتقيكم ان شاء الله، دمتم بامان الله وحفظه.